أخبار اليوم. في مصر أم الدنيا، شهر الصوم الكريم بأيامه الجميلة له طابع خاص في المدن والقرى في جميع أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك من خلال إقبال الصائمين على المساجد وكثرة حلقات الدروس والوعظ وتلاوة القرآن الكريم، هو ما يلفت النظر في المدن والقرى. ويستقبل المصريون الشهر الفضيل بالألحان والأغاني الدينية وتزيين الشوارع والحارات بالأعلام والزينة الورقية ومن القماش والبلاستيك منذ الأسبوع الأخير من شهر شعبان، بحيث تشهد الأحياء والأزقة في مصر ظاهرة جميلة بربط الحبال بين البيوت المتقابلة وتعليق الزينة والفوانيس. كما يلاحظ زيادة المصلين في المساجد منذ رؤية الهلال وحتى وداع رمضان، خاصة في حي الحسين والسيدة زينب وغيرهما في القاهرة أو في المدن والمحافظات المختلفة، بالإضافة إلى زيادة بيع المواد التموينية واللحوم واليميش التي تجد لها باعة صغار يقفون بعرباتهم في الحارات والطرقات وينادون على البلح أو الفول السوداني أو الخروب أو قمر الدين، حيث تظل الشوارع مزدحمة لنهاية الشهر، وكذلك بيع الفوانيس والحلويات التي ينتشر بيعها في كل مكان. وقصة استعمال الفوانيس بكثرة في رمضان هي قصة طويلة تعاد فصولها في كل رمضان ضرورة، فقد كان المصريون في القديم يستعملون الفوانيس الشمعية التي تستعمل الشمع كأداة للإضاءة. والأطفال في الشهر الفضيل حكاية ظريفة وجميلة، فهؤلاء يخرجون ليلة رؤية هلال رمضان إلى الطرقات سواء مع أقرانهم من الأطفال أو إلى جانب أفراد أسرتهم، مرتدين أحلى ما عندهم من ثياب وحاملين الأعلام والفوانيس الرمضانية، ويغنون الأناشيد والأهازيج الخاصة بهذا الشهر الكريم في فرحة جماعية عارمة.